السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في الدرس الجديد من الكورس ديال جافا سكريبت. اليوم شنو بغينا نتعلمو؟ اليوم بغينا نتعلمو واحد الحاجة اللي كتعتبر حاجة مهمة في الجافا سكريبت، يعني من المفاهيم المهمة ومن الحوايج اللي كيعاونوك بزاف وانت كتكتب الكود ديالك، اللي هما اش؟ يعني نتعلمو الفور لوب. يعني شنو كنعني بالفور لوب؟ يعني اللفات، يعني انه كدير اللفات. شنو كنعني يعني باللفات؟ هو انه تيكون عندك واحد الكود معين، مزيان، يعني تخيل معايا انت باش تطبع واحد الكود معين، يعني تخيل معايا، اجي نتخيل دابا، تخيل معايا انك باش تطبع من واحد حتى ستة، شنو غادي دير؟ تمام، غادي يجي واحد دابا يقول لي غادي دير بحال هكا كونسول دوت لوغ، نجيبها دابا كونسول دوت لوغ مثلا، نقول لي واحد، ونجيبها هكا نقول مثلا تخيل معايا بالطبع من واحد لربعة، جوج تجي ثلاثة ربعة مثلا نجيو كاع على خمسة، يعني كل مرة غادي تجي كونسول دوت لوغ، كونسول دوت لوغ تاني ستة، مزيان، وتجي تاني سيف وتمشي لكونسول ديالك وانك غتشوف انه طبع لك من واحد حتى ستة، مزيان، ها هو طبع لك من واحد حتى ستة. ولكن واش هاجي هي الطريقة الصحيحة؟ لا، هذه ماشي هي الطريقة الصحيحة، هذه طريقة غلطة. واش كاينة شي حاجة أحسن من هكا باش أنك دير يعني باش تنفذ أن الكود أنه يطبع لك من واحد لثلاثة ستة بكل سهولة؟ إيه، شنو كنخدمو؟ كنخدمو الفور لوب، يعني اللفات أو الدورات، يعني كتقول لي دور تتحقق لي هاد الشرط، مزيان. يعني كيفاش كتكتب السينتاكس ديال الفور لوب؟ مي شرحنا اشنا هو الفور لوب، يعني انه تخيل مع انك باش تطبع واحد الكود معين عده مرات، شنو الحاجه اللي غتخدم؟ هي الفور لوب. كيف السينتاكس ديال، مزيان، دابا اجيو نفهمو السينتاكس. السينتاكس ديال الفور لوب هو انه تيقول لك كتب كلمه فور وهي كلمه محجوزه ديال في جافا سكريبت، كتحل جوج اقواس، كتحل جوج مزدوجات، كتجي هنا كتكتب الكود ديالك، مزيان. هنايا شنو كتكتب؟ هنايا اول حاجه، لاحظوا معايا، اول حاجه كتعرف فاريبل، مزيان، هذه هي اول حاجه. يعني كيفاش كتعرف فاريبل؟ هو انه كتجي هنا كتقول لي مثلا ليت اكس يساوي زيرو، كتعطيه واحد القيمه ليكس يساوي زيرو خمسة عشرة مثلا، نجي اللي يعجبك، مزيان. كتجي هنا كتعطيه واحد الكونديشن، مزيان، كونديشن كما تعلمنا في معاملات المقارنه، مثلا اد اكس يكون كبر من واحد، يكون صغر من زيرو، يا ربي يكون صغر من عشرة، يكون يساوي عشرة، بحال هكا. هنايا كتجي كتعطي الانكريمنت، يعني اش كنعني بالانكريمنت؟ هو ان اد اكس بشحال بغيتي يزيد، يعني حنايا قلنا مثلا ملي نطبعو من واحد حتى لستة، انا هاد واحد بيدو في كل مرة يزيد بواحد، واش في الاخر يعطيني جوج؟ وانه غيزيد بواحد واش يعطيني ثلاثة؟ وانه يزيد بواحد باش يعطيني اربعة، وانه يزيد بواحد باش يعطيني خمسة، واش تفهموا؟ واش انه يزيد بواحد باش يعطيني خمسة، وانه شنو تاني؟ هاد خمسة تزيد بواحد واش تحقق لي الشرط ديالي، يعني واش تحقق لي هاد الكونديشن. شوف هنايا ركزوا معايا، هنايا باش تجي الانكريمنت اجي نديرو هنايا الانكريمنت، سميتها الانكريمنت او الزيادة، اجي نكتبوها او الزيادة بواحد، الزيادة بواحد ولا بجوج ولا بثلاثة ولا بربعة. شوف كاين ثلاث طرق، شوف كاين ثلاث طرق، ركزوا معايا. كي مثلا تقول لي مثلا عندك انت، يا تخيل عندك الاكس يساوي مثلا عندك واحد الليت ديال هاد نمبر، مثلا هاد نمبر كيساوي واحد، تخيل معايا انت هاد النمبر بغيتي تزيد ليه واحد. شوف ركزوا معايا، كاين ثلاث طرق، ركزوا معايا، يا اما كتقول لي هاد النمبر كيساوي نمبر زائد واحد، يعني انت شنو درتي هنايا يعني من درتي نمبر زائد واحد؟ هو ان واش قلنا؟ قلنا ان جافا سكريبت كتخزن شنو؟ كتخزن الفاريبلز في الخانات، اللي قلنا ان كل خانه كتساوي واحد بيت، يعني جات هنايا وتخزن نمبر، مزيان، شحال خزنات فيه؟ القيمه ديالو هي واحد، ركزوا معايا، انك من قلتي هذا النمبر، يعني قلتي ثاني هذا النمبر مشى لهنا واش جاب ليه واحد ديالو؟ اش دار ليها؟ هو يزيد لها هذا واحد زائد واحد، هو يمشي هو يقول لها يساوي جوج، هو يمشي للخانة هنا وحيد هذا واحد ويجي لها جوج، مزيان، هذه هي الطريقة الأولى باش نجيو الإنكريمنت، يعني تقدر تجي لهنايا وتقول لها الإكس يساوي إكس زائد واحد، مزيان.
دابا اجي نفهموا الطريقه الثانيه، هي انك دير نمبر زائد يعني نفس هذه ولكن مختصره، يعني نفس هذه نفسها. شوفوا هادشي اللي كتبت هنا راه نفسه هو هذا ولكن بالاختصار. يعني شوف نقول ليه، كنقول ليه اكس نمبر زائد يساوي واحد، يعني القيمه شنو قصدت ليه هنا، تنقول ليه القيمه ديال هذا النمبر هذا، يعني هذا شدها وجليها زائد يساوي واحد، يعني واحد زائد يساوي واحد شحال؟ يساوي جوج. مزيان. وكاين الطريقة الثالثة اللي هي اش، اللي كتجي النمبر بلاس بلاس، يعني شنو كتعني بلاس بلاس؟ كيما هي هاد، يعني القيمة ديال النمبر زيد ليها واحد، يعني زائد يساوي شنو؟ واحد. مزيان. يعني هادو هما ثلاث طرق، يعني تقدر تجي لهنايا تكتب هكا او هكا اكس زائد يساوي واحد، او انك تجي تقول لي اكس بلس بلس. مزيان. هاجي امتى نخدموها؟ شوف ركزوا معايا، هاجي امتى نخدموها؟ الى بغينا نزيدوها واحد، ولكن تخيل معايا بغيت نزيد انا جوج، واش غنخدم هاجي؟ لا، غنخدم هاجي، غنخدم هاجي ولا هاجي، غنقول ليها اكس يساوي اكس زائد جوج، يعني كل مرة زيد ليها بجوج، ولا نقول ليه اكس زائد يساوي مثلا نقول ليه جوج. مزيان. يعني هادو هما اللي كنخدمو، هاد المعاملات هادو يساوي وزائد. مزيان. دابا فهمنا كيفاش غادي نديرو. ايوا دابا اجيو نديرو مثال تطبيقي. تخيل معايا عندك واحد البروغرام، وان هاد البروغرام شنو بغيتيه؟ بغيتيه يطبع لك من واحد حتى لعشرة، يعني يطبع لك من واحد حتى لعشرة. مزيان. يعني انت بغيتي يطبع عليك من واحد حتى لعشرة، شنو غادير؟ شنو درنا حنايا في ديك الساعة؟ درنا ان كونسول دوت لوك عاودناها 6 د المرات ياك، وانك الا بغيتي يطبع عليك حتى لعشرة انك هاد كونسول دوت لوك غتعاودها 10 د المرات، وكل مرة غتعطيها قيمة مختلفة. حنا دابا غنجرب الفور ونشوفوا السهولة. شوفوا تدير فور، اش قلنا هنايا؟ كتحل جوج اقواس، كدير هنايا كتقول لي كونسول دوت لوك، حنا مازال ما عرفناش بلي نجيو دابا كونسول دوت لوك، المهم غنكتبوها، غنجيب الكونسول دوت لوك وغنخليوها خاوية. كونسول دوت لوك. مزيان. هنايا اش قلنا؟ شوفوا قلنا انك تعرف واحد الفاريبل. مزيان. يعني غادي نمشيو لهنا باش نعرفوا على الفاريبل كيما تعلمنا. ها نسميوه اكس، سميه نمبر، ا نسميوه نمبر مثلا، نمبر يساوي زيرو. هنا اش قلنا؟ كتجي الكونديشن ديالك، شنو هو الكونديشن ديالي؟ انا بغيت نطبع حتى 10، يعني نقول اكس نمبر، يا ربي نقول ليه نمبر. مزيان. نمبر يعني شنو؟ من قلت ليه نمبر شنو غيشد؟ غيشد هذا الفاريبل هذا اللي القيمه ديالو زيرو. شنو نقول انا؟ نقول ليه قل من 10، يعني اذا قلت ليه زيرو قل من 10 غيطبع ليا شحال من رقم؟ 10، حيت حتى زيرو كيتحسب، يعني شنو؟ زيرو، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. مزيان. ها هما 10 الأرقام، بمجرد غيتحقق الشرط يعني تسعود، واش قل من 10؟ مزيان. يعني هنايا ترو، يعني بمجرد غيتحقق الشرط ما غايجي الباقي والو. مزيان. يعني اننا طبعنا 10 الارقام ديالنا. مزيان. غادي نجيو هنا نقول ليه نمبر قل من 10، ونجيو هنا وانا بغيت يزيدو بواحد. شنو قلنا؟ عندنا ثلاث الطرق، عندنا هذه الطريقه الاولى وهذه الطريقه الثانيه وعنده الطريقه الثالثه. اش مثلا نجيو الطريقه الثانيه، نجيو انا بغيت يزيد بواحد، نقول ليه اكس ناوى يا ربي نمبر 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 زائد يساوي واحد، واجيو دابا اش غادي نديرو؟ غادي نطبعو اش، غادي نطبعو هاد النمبر ونشوف اش غيجينا. مزيان. غادي نمشيو للكونسول ديالنا، نديرو ريفريش، نديرو السي في نيو، مزيان، نديرو هنايا ريفريش. ها انتما كما كتلاحظو اش دالينا، انه طبع ليا 10 هاد الارقام كما قلنا، من واحد حتى لتسعود، يعني من زيرو حتى لتسعود. مزيان. حنا ما بغيناش يطبع لينا هاد زيرو، حنا بغينا نبدا النمبر، ان النمبر ديالنا، يعني النمبر ديالنا انه يبدا من واحد. شنو غادي نقول ليه؟ مزيان. هنايا الا جيت لهنا وقلت ليه نمبر يساوي واحد، شنو غيدير؟ غيطبع ليا حتى لتسعود، يعني ما غيطبعش ليا 10 الارقام. شوف نجي ريفريش هنايا كونسول، هانتوما كما كتلاحظوا، هانتوما طبع ليا حتى لتسعود، يعني واحد جوج ثلاثة، انا بغيتو يطبع ليا 10. علاش طبع ليا حتى لتسعود؟ حتى شي يوصل للكونديشن ديال
اشتو كيجري هو تيطبع واحد واحد تيقول لك مزيان ماشي صغير من 10، هاد جوج ماشي صغير من 10، ثلاثة ماشي صغير من 10، تيوصل لهنايا سبعة مثلا ماشي صغير من 10، ثمانية ماشي صغير من 10، تسعود صغير من ايه صغار من 10، 8 صغار من 10، 7 صغار من 10، هادو كاملين صغار من 10، هنايا تيتحقق الشوط ديالك، تيجي تطبع لك 3 سعود، تيخرج من هاد اللوب، يعني ملي تيسالي تيخرج هنا، مزيان، اجي نديرو واحد كونسول دوت لوك، شوف، اجي نديرو هنايا كونسول دوت لوك، مثلا نقولي دان، يعني ساليت، شوف اش غيجي، مي غيسالي الكونديشن، يعني مي غيتحقق الكونديشن، غيخرج لهنا، اسمح لي، انتما اجي نشوف. مزيان يعني شنو غيقول لي دابا؟ غيقول لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني بمجرد اللي قال كونديشن ان 9 صغير من 10، يعني جا هو يقول 10 10 صغير من 10، لا يعني ما تحققش الشوط، هو يقول لي دان، يعني الا بغينا نتحقق الشوط اننا نطبعو على 10 نقول لي 10 صغر او يساوي من 10، واش يوصل 10 كيلقى كتساوي 10 يعني كتحقق الشوط. مزيان يعني شنو غادي نجيو هنا وغادي نلاحظوا انه طبع لي من 1 حتى 10، اسمح لي، هو طبع لي من 1، يعني اجدر طبع لي من واحد مزيان طلع 10 ودار لي ضاع مزيان لحد الان مزيان. تخيل معايا دابا انت عندك واحد ديبارتمنت، يعني ديبارتمنت هما الاقسام مزيان، وانت يا بغيتي تقول لي انه انك عندك مثلا 5000 قسم، مزيان عندك 5000 قسم، وانك بغيتي كل مره في الكونسول انه 5000 بزاف، اجي نقول مثلا عندك 100 قسم، وعندك باش كل مره يطبع لك ديبارتمنت مثلا في الكونسول ديبارتمنت مثلا شنو يطبع لك ديبارتمنت واحد وما يوقفه حتى ل 100، مزيان شنو غادي دير؟ هانتوما شوف غنمشيو دقادق، اجي نعاودو تاني من الاول، اجي نجيو لهاد الشيء كوموند، اجي نعاودو من الاول، اش قلنا فور مزيان مزيان، غنجيو هنايا نقول كونسول مثلا كونسول دوت لوك، اجي تقول لك دان مثلا دان، يعني ساليت هنا تخيل ما بين دي كونسول دوت لوغ ديبارتمنت، يعني ديبارتمنت زائد واحد الرقم، يعني الكونكاتينيت اللي فايت لنا شحنه، يعني تجي سترينغ زائد شي حاجه، يعني سلسله. ها انت دابا عندك ديبارتمنت ياك، غتجي هنا غتقول ليه ليت نمبر ديبارتمنت مثلا جبت مثلا اسمها جبت يساوي واحد، يعني الرقم تاع الديبارتمنت يبدا عندك من واحد، يعني من القسم واحد بغيتي يطبع لك 100 قسم، مزيان انا غتعطي الكونديشن اللي فايت لنا شرحناها هي كونديشن، مزيان ها هي كونديشن مزيان، هنايا غتقول لي شنو؟ شنو غتقول لي؟ غتقول لي هاد النمبر نمبر جبت غتقول لي صغر او يساوي شحال؟ 100، يعني طبع لي من واحد تاني 100، مزيان نقول ليه اكس بلس بلس، يعني كل مرة بدك تزيد بواحد، مزيان هنا شنو نقول ديبارتمنت زائد اش زائد القيمة ديال هاد الفاريبل او النيم ديال هاد الفاريبل، يعني كل مرة شوف اش غيجي لنا، غادي نجي لنا واحد سبيسينغ مثلا، مزيان هاكا، اجيو دابا نتفرجو اش غيعيش لنا في الكونسول، اجي نشوف اش غيعيش لنا في الكونسول، نمبر جبت، خاصني واحد شاد دراري، يعني خاصني واحد جيب مزيان، اجي نشوف دابا اش غيعيش لنا، اكس از نوت ديفايند، اكس، مشيت مع الاكس نمبر جبت زائد بلس بلس، يعني كل مرة زيد ريال واحد، مزيان مزيان مزيان، ها انتم اش كتلاحظوا؟ ها انتم انه طبع ليا من واحد، ها انتم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش، المهم 20 30 شحال 60 80 90، انه فين وقف؟ وقف في الديبارتمنت 100، مزيان وهنا قال لي ضان. دابا من فهمنا اشنا هو الفور لوب، وغادي نشوفو باقي امثله به، اجيو دابا شنو غادي نديرو؟ اجيو دابا نفهمو الملاحظات، يعني شنو هو الملاحظات اللي عندنا؟ دابا تيقول لك انه عندك انت هاد الليت، شنو غيطرى هاد الفاريبل هادي اللي عرفتو انا برا اللوب؟ واش غطرى شي حاجه؟ واش غيعطيني شي ايرور؟ اجيو نجربو، يعني غاتجي هنا غتعرف هذا وغتحيدو من هنا، ولكن غتحيدو بحال هكا وغادي السيف، مزيان اجي نشوف واش غيعطينا شي حاجه ماشي هي هاديك، واش غيعطينا ايرور، مزيان
هانتوما كما كتلاحظوا ان ما عندنا حتى شي ايرور. تخيل مع هاد النمبر يعني البلاس بلاس هذا انكريمنت حيدتها من هنا وجبتو لهنا. اجي نشوف الدنيا واش غايت هنا. نا اش غايت هنا شي ايرور يعني نشوف واش غايت هنا شي ايرور ولا انا غنقول لها شي كتبت شي غلط. هانتوما كما كتلاحظوا ما عندو حتى شي مشكل، ولكن اهم حاجه تقدر تكتبها في الفورم هي الكونديشن. الكونديشن عندك كتهزو تحطو في شي بلاصه حيت ما غايقبلوش. وشوف قبل الكونديشن، شوف شوف ما غتكتبها بحال الطريقه. اجي نكتبوها هنا، شوف ما غتكتبها بهذه الطريقه. اجي نكتبوها هنا السينتاكس ديالها. شوف غتكتب اكس يساوي زيرو برا مزيان، غتجي لفور ياك لفور، غتجي لفور مزيان، غتجي لهنا غتكتب الكود ديالك ياك. غتكتب هنا الانكريمنت يعني اكس زائد واحد زائد زائد، اور مثلا اكس زائد يساوي واحد، اور مثلا اكس يساوي اكس زائد واحد. هنايا تكتب الكونديشن ياك، ولكن قبل الكونديشن ومن بعد الكونديشن هو انه تجي هنايا كدير فاصله منقوطه مزيان، وكتجي بعد منه وكدير فاصله منقوطه بحال هكا، وكتكتب كما كنلاحظوا هنايا ان عندنا فاصله منقوطه هنا وعندنا فاصله منقوطه هنا. عندكم لا تنساوهم مزيان. يعني بهكا كنكونوا شرحنا الفور لوب ديالنا والطرق اللي كنخدموا بهم. هنايا في الكونديشن ديال اللي عجبك، شوف كنقول ليه مثلا صغر، او نقول ليه هنايا مثلا شوف الا درنا هنا زائد يساوي تزيد شحال، نزيدو زائد يساوي جوج يعني نزيدوه بجوج، يعني كل مره غادي نزيدوه بجوج. اجي نشوف واش غايشينا مزيان، اجي نديرو هنايا ريفريش. ها انت كما كتلاحظ انه واحد زادو بجوج يعني واحد زائد جوج شحال يساوي ثلاثة. هاي هي اللي هنايا، ثلاثة زائد جوج يساوي خمسة. هي هنا انت جي اللي عجبك الكونديشن جي اللي عجبك وفي الانكريمنت جي اللي عجبك. خمسة زائد تاني جوج يساوي سبعة، وسبعة زائد جوج يساوي تسعة، وغادي تحقق لك الشرط. اهو يعني لقاه يساوي 99 يعني صغر من 100 وما كيساويش 100، يعني الشرط تحقق مزيان. يعني ما يمكنش انه اصلا 100، يعني الا زاد 99 زاد ليها جوج غتولي 100 شحال 99 101 غتولي مزيان. يعني هذا هو الفور لوب بكل اختصار، وكنتمنى انكم استفدتوا من الدرس هذا وحققتوا اكبر استفادة، ونتلاقاو في درس جديد ان شاء الله.